في الوقت اللي كل جماهير الاهلي فرحانه، تونس مش هتنام النهارده لان الاهلي والترجي اثبتوا ان افريقيا عربيه. مبروك للدوله الترجيه ولكل جماهير الاهلي العالميه. الله الوين الوين. اول حاجه لازم تعرفها ان فريق الترجي التونسي هو فريق شرس تكتيكيا. انت بتقول كده ليه علي؟ عشان محدش يضحك عليك ويقول لك ان الترجي فاز بالحظ او فاز بدعوات مامت لماميش قالت له يا رب ربنا يا ماميش يوفقك وكل حاجه. ولكن انا عايز اقول لك ان ميجيل كاردوسو المدرب بتاع الترجي التونسي عرف انه يضرب من الواد اللي اسمه مكوينا 100 قلم على وشه تكتيكيا. مكوينا اللي بعد المباراه الاولى قال لك ان الترجي راكن الاوتوبيس وده مش نظام لعب وده مش عارف ايه، وقعدوا بقى يشغلوا لك اغاني تحفيزيه للعيبه بتاعه صن داونز قبل المباراه ما تنزل. وانت حلو يا صن داونز، ما انت حلو اهو بتلعب الساعه 9 بالليل، ومن لما بتيجي تلعب الاهلي ولا الوداد تروحوا الصبح تفطروا وتجروا على فرنه العيش وغبالك تشتروا عيش تطلعوا من على الفرن على الماتش، تلاقي الحكم بيصفر الساعه 3 العصر. النهارده تلاقي صن داونز بيلعب الساعه 9 بالليل في اجواء جميله ومدخل الجمهور كله فول كومبليت، واول 20 دقيقه اول 20 دقيقه حب فريق الترجي التونسي يمتص كالعاده الحماس بتاع صن داونز. انت هتهجم من على الناحيه الشمال بتاعتك اللي هي اليمين بتاعتي بتاعت بن علي، وتقعد تقرفني بقى طول المباراه كل شويه كرات طويله بالطول وبالعرض واخد بالك، وتسديده في الدقيقه الثالثه على ماميش. ولكن ماميش امان الله الكلمه اللي عمال يقولها عصام الشوال انا مش عارف معناها، ولكن النهارده الولد اللي اسمه ماميش صاحب ال 20 سنه ده هيتعمل له كل حاجه، ده يتعمل له كل حاجه، ده يتجاب له ملاوي، يتجاب له كسكس، يتجاب له فراخ باللحمه المفرومه اللي انا اكلتها في تونس، يتعمل له كل حاجه. اقسم بالله العظيم الواد ده المفروض انه يتعشى عشاء ملوك لوحده. ماميش النهارده شال كور كتير وشال كل حاجه. انت وقعت بلسانك دلوقتي يا علي، انت برضه قلت عايز تقول ان صن داونز كان اخطر من الترجي. ما انا هكمل لك واقول لك ان هم هيجيبوا دلوقتي كاتب التاريخ من بيته، تعالى يا سيدي اكتب لنا النهارده اللي حصل، هيقول لك ان الترجي فاز على صن داونز في ملعبه اللي ما خسرش عليه منذ 39 مباراه، النهارده الترجي بيكسبه 1-0 بهدف بن شنيبه، سهله مهله كما تقول. النهارده كله بيفرح، القيروان هتلاقيها بتفرح، هتلاقي اجواء حاره زي الهريسه بتاعه نابل، اجواء المباراه كانت اسخن من صحراء توزر، وينهيها الترجي بسيناريو جميل كجمال مدينه سوسه. ده مش بس كده، قال لهم الرعد والبرق واخد بالك والمطر اللي عمال ينزل، اعتبروا نفسكم في ياسمين الحمامات واستحموا بعد الهزيمه. بس اوعى فرحة النهائي العربي الجميل دوت ينسيك ان لو وصلك هذا الفيديو بالذات تعمل لنا لايك من هنا، او تعمل لنا لايك من هنا، تشترك في قناتنا على اليوتيوب، وتتابع صفحتنا الجديدة على الفيسبوك. مبروك للأهلي المصري ومبروك للترجي. ولكن تعالى نرجع لأجواء المباراتين اللي اتلعبوا في وقت واحد. هم اتلعبوا ليه في وقت واحد يا علي؟ تقريبا علشان المباراة توقفت عند الدقيقة 21، صفر حكم المباراة بتاع الترجي واخد بالك، وقال لك وقفوا المباراة في رعد وفي برق وانا خايف على حياة اللعيبة، وده قرار جميل وكلنا نحترمه. في الوقت دوت بقى لما اتأخرت المباراة بدأت مباراة الأهلي، وبنتفرج على المباراة بتاعة الأهلي ومازيمبي، ولقيت مازيمبي مازال متحفظ دفاعيا وبيلعب بكل خشونة عشان يخوف لعيبة الأهلي من الإصابات وكل حاجة. اتفرج يا عزيزي في أول نص ساعة الأهلي بيضيع 4 فرص محققة، الواد اللي اسمه عمرو السولية، احمد عبد القادر، وسام ابو علي واخد بالك، وحتى بيرسيتاو ضيع. الاهلي استحوذ بالطول وبالعرض، وبرضه انا كنت خايف من بعض السيناريوهات ان مازيمبي يخطف جون ويعقد المباراه، ولكن في الشوط الثاني لقينا مازيمبي كوره بتتشال من على خط المرمى، اكرم توفيق تقريبا هو اللي بيشيلها، مازيمبي بيجيب هدف، والهدف صحيح انه يتلغي عشان لمست في ايد اللاعب بتاع مازيمبي. المباراه ما انتهتش على كده، في الوقت اللي دخل بن شنيبه الهدف الاولاني في صن داونز بيحرز محمد عبد المنعم الهدف الاولاني للاهلي. كلنا تنفسنا الصعداء وقلنا خلاص المباراه اتصعبت على صن داونز، عشان يكسب ويصعد محتاج انه يجيب 3 اهداف، 3 اهداف محققه. ما انا عشان اقول لك ان ميجيل كاردوسو دوت المدرب بتاع ترجي، الناس يعني هم مش جايبينه علشان يعمل لهم وصفه الكسكس، ولا جايبينه علشان يعمل لهم مقادير الملاوي ولا اي حاجه، الراجل جاي دوت وفاهم قوي يعني ايه تكتيك، وفاهم ازاي انه يقتل المباراه، فاهم فريق صن داونز ان فريق الترجي متراجع دفاعيا، والله لو جات له هجمه، لو جات له هجمه وهبالك
من عند اللاعب اللي هو ناحيه الشمال ده تقريبا اسمه حسام غشقه، كل كوره كانت بتيجي من ناحيته ورودريجو وغبالك يتحرك وغبالك ويحاول يعمل زياده هجوميه، ولكن سان داونز افتكر ان الترجي فقد الامل، الترجي كده كده هيفضل يدافع وغبالك على مرماه، وسان داونز عنده امل واحد وهو انه يجيب هدف ويلعب اشواط اضافيه مفيش اي مشكله. فتح الملعب بالاخر الاخضر واليابس، الاجنحه والباكات والدفاع وكله ابتدى يتقدم علشان ماميش يعمل هجمه مرتده سريعه. ماميش ده حارس المرمى، ماميش يساعد في الهدف اللي جابه بن شنيبه، وبعد كده واحد اسمه زكريا، في لاعب اسمه زكريا ضيع هدف مؤكد، لا تثبيت ولا وقت ان انت تفكر ولا وقت ان انت تعمل اي حاجه. ولكن مش مهم، جمله وتفصيلا الترجي موجود في امريكا في 2025 مع الوداد المغربي، مع الاهلي المصري في الصف الاول، مع سان داونز، اربع فرق من القاره الافريقيه بيصعدوا علشان بعد الهدف الاولاني بتاع الترجي تلاقي الاهلي بيقتل المباراه، وسام ابو علي بيطير في الجو. انا مش فاهم بصراحه هو عمل ايه، ولكن جاب جون ممتع. ولكن لو تتفرج على اخر ست بطولات في افريقيا هتلاقي ان اكتر واحد ساهم في الاهداف هو علي معلول. الراجل والله العظيم ده مش باك شمال، ده قلب الشمال، اقسم بالله العظيم. بحبك والله العظيم يا عم علي، ومش عارف بعد ما علي معلول يسيب الاهلي لا قدر الله هنعوض واحد زي دوت ازاي. تلاقي علي معلول بيعمل عرضيه لوسام ابو علي علشان يجيب الهدف الثاني، واكرم توفيق عشان يكلل مجهوده النهارده كان بيلعب ارتكاز وهبلك وبيجيب الهدف الثالث. ولكن فريق سان داونز انهار نفسيا وبدنيا ودفاعيا وكل حاجه في الشوط الثاني، ما قدرش يصمد قدام النادي الاهلي وهبلك. كان في اكتر من 70,000 مشجع، والناحيه الثانيه الملعب بتاع سان داونز وهبلك كان مليان مشجعين على اخره، واللعيبه متحفزه وكل حاجه. ولكن الترجي رجال، الدولة الترجية قدرت ان هي تصعد لكاس العالم للاندية بدرع وقدرت ان تصعد وهبالك للنهائي. وانا لما شفت النهائي هيبقى ما بين الاهلي والترجي استحضرني السيناريو اللي هو بتاع 2018. اعطيه يا بدري، اعطيه يا بدري، اضرب يا بدري، الهدف الثالث. ولكن ان شاء الله خير يا عزيزي، انا متفائل وكل خير، مفيش اي مشكلة. مبروك على الترجي لو كسب، الف مبروك على الاهلي لو كسب. وهبالك تقريبا في اخر 8 نهائيات لدوري ابطال افريقيا الاهلي وصل لنهائي 7 مرات، 5 مرات على التوالي يا عزيزي. ان شاء الله ال 12 ممكن تبقى قريبه، او الخمسه للترجي وكل حاجه. ولكن محدش يستهان بالترجي التونسي، ما تقوليش حلو قوي ومصلحه ان سان داونز وهبالك خرج من الترجي وبتاع. لا، اللي يقدر انه يكسب سان داونز في عكر داره، اللي يقدر انه يلعب جيم تكتيكي محكم امام سان داونز وهبالك في ال 180 دقيقه، اللي يقدر انه يحجم فريق زي سان داونز. وما تقوليش فرص بقى، وما تقوليش نيله ولا اي حاجه، عشان الترجي ضيع برضه، الترجي ضيع له بتاع هدفين، واكتر حاجه كانت نقطاني الكوره بتاعه زكريا اللي انا قلت لك عليها. اتمنى يبقى نهائي مشوق وجميل، الذهاب هيبقى في رادس يوم 18 مايو، العوده او النهائي وهبالك الاياب هيبقى يوم 25 مايو في استاد القاهره. ربنا يستر بقى وما نلاقيش في النهائي عصام الشوالي يقول لك اضرب يا شاش او سير يا رودريجو والسيناريوهات بتاعه 2018. وقبل ما نختم خلينا نقول ان النهارده ريال مدريد قدر انه يكسب ريال سوسيداد وهبالك 1-0. أراد جولر أخيرا الحمد لله، سمعنا صوته وشفنا شكله وهبالك في 80 دقيقة شاركهم في الليجا، سجل هدفين سيلتا فيجو والهدف النهاردة أمام ريال سوسيداد، وعودة وهبالك حلوة جدا ومبشرة للوادي اللي اسمه ميليتاو. فران جارسيا النهاردة كان مقنع، ولكن التيم الأساسي يعتبر جملة وتفصيلا كان مريح. للموقعة بتاعة بايرن ميونخ دعواتكم.